ديفيد اتاكام ميد ان بريتيش. هذا الشيء راح نحكي لكم اليوم على احسن الهدافين الافارقه في تاريخ البريمير ليغ. غير باش نفهموا علاه كانوا حابين ما تنتاش لا كوب دافريك في جونفي. اليوم الشوطه بتمشي بلا ما بالتريسينتي وي بصح بلا ما امبوسيبل. اوباميونغ اللي طلع له الجينيريك دو فان في هاد لاكان راهو سابع احسن الهدافين في البريمير ليغ 66 هدف، وحروز تاعنا راهو ب 67 هدف وفي المركز السادس. بصح المركز الخامس يديه اللاعب تاع نيجيريا اللي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما نغلطوش في اسمه اللي يسموه ياكيبو ايكبي 95 هدف، قلت لكم صحيح. والمركز الرابع للاعب ايمانويل اديبايور ب 97 هدف. والمركز الثالث للاعب اللي راهو في الكان الكاميرون اللي يمشي موت فيبرار اللي هو ساديو ماني، راه مسجل لحد الان 103 في 249 مقابله، اللي قريب يحطم الرقم تاع المركز الثاني اللي هو ديدي دروكبا كاحسن هداف افريقي في تاريخ البطوله الانجليزيه المحترفه. وفي المركز الاول باينه بلي محمد صلاح ب 115 هدف في 178 مقابلة لحد اليوم بين تشيلسي وليفربول. والله محمد صلاح كيكون في الانجليز يخدم سيريو من 8 ل 5 وكيجي لمصر تقول عليه راه فاكونس. هيا كملت مع داتاكا تاع نهار اليوم، نتلاقاو بكم غدوة ان شاء الله. ايا سلام.